اللي وقع هو ان كانت عندنا ندوه حول القانون حول المجتمع، كان منظمها استاذ الصوصي عبد الكبير العلاوي مع ديك الخمسه د العشيه. خرجنا تغديت انا وياها، خرجنا قبطنا في شي طاكسي وصلنا لقدام الغرفه الصناعيه اللي هي اللي كانت فيها الندوه. قاطعين الشانطي مع كانت الشتا مجهده. انا غادا قدامها كنجري كنقول لها زيدي دغيا، كندور موراها حتى كنلقاها كتقول لي عاني بلاتي جايه هي مورايا. صافي ملي كندور هذيك الدوره كنلقاها جاي عندها نيشان، عطاها بالتصرفيقه. من بعد حاولت نمنعو باش ما زعما كاين يحاولوا يهضروا غير بالتفاهم، يعني بلا ما يحاولوا ما يكون واحد الجدال. من بعد صافي ما خلانيش ندخل نهائيا. من بعد صافي انايا ما عرفت شنو غادي ندير، بقيت كنغوت حتى جبد الموس. صافي انا فاش شفت جبد الموس صافي ما انا ما تحكمتش مع اعصابي، بقيت كنغوت. كان واحد الدري هو طالب في الماستر كان كيجري، قلت له عافاك عاوني دغيا، عيطوا للبوليس عيطوا للسميه. صافي خليت هذيك الساعه معاه، انا مشيت ديك الساعه اللي قديت عليه مشيت كنجري للقاعه فين كانت الندوه. من بعد قلت لكل شيء خرج كيجري. من بعد جا صافي جات الشرطه. صافي ملي خرج كنلقاها غارقه في دميتها. بغيت انا هاد السيد هذا يتحاكم، كاين قانون في البلاد، كاين قانون كيجرم، كاين قانون كي انا اللي بغيت ياخذوا لها حقها. زعما ما نقدرش نوصفهم، انا فقدت اخت وبنت خال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.